كنت وقفنا بالمقطع السابق عند هيدا المثال، ارجع بكرر، راح اعرف متغير تي قيمه من 0 حتى 2 بي راح يوافق تدريجات محور اكس، وراح ارسم باستخدام تابع بلوت وفقا للتدريجات الموضوعه او اللي حصلت عليها باستخدام متغير تي، راح ارسم التابع القيمه المطلقه لساين 2 تي ضرب كوساين 2 تي. ونبه على موضوع ان استخدمت دوت مع ضرب، معناتها يعني عم اضرب كل عنصر من ساين 2 تي بالعنصر المقابل من كوساين 2 تي، يعني مع عملية الضرب تبع المصفوفات اللي بنعرفها بالرياضيات. رح نفذ هيدا الشيء وشوف شو بيعطيني شكل. اعطاني التابع ساين وفقا للتدريجات اللي انا اعطيته اياها بالتابع، عفوا بالمتغير تي. طيب هيدا رح اعتبره الشكل الاول. رح اقول انه الماتلاب بيعطيني امكانية الرسم باستخدام الاحداثيات القطبية باستخدام التابع بولر. تابع بولر رح مرر له كمان تغيرات اللي حصلت عليها باستخدام متغير تي، ارسم نفس التابع. رح ارسم هذا الشيء على تابع او على فيجر جديد باستخدام الامر فيجر، يعني رح انشئ فيجر مستقل ونفذ التابع بولر عليه. شوف انه عطاني رسم للتابع اللي انا اعطيته اياه بدلالة او بتغيرات تي ضمن الاحداثيات القطبية باستخدام الامر بولر، وهذا الشكل اللي كان موافق له باستخدام الامر بلوت ضمن احداثيات ديكارتي اللي احنا نتعامل معه. ننتقل الى مثال جديد. راح اعرف المتغير اكس هو عبارة عن مصفوفة بلش قيمها بصفر وبتنتهي بأربعة وبخطوة 0.01. المتغير واي راح يكون تعريفه كالتالي: ساين اكس التربيع ضرب الى القوة ناقص اكس من خلال اي اكس بي ناقص اكس. راح شوف هيدا التابع كيف راح يتم رسمه من خلال التابع ستيم. طبعا راح ارسمه بالبداية باستخدام البلوت، بعدين راح اعرض كيف نرسم باستخدام التابع ستيم. راح اقول انه تابع بلوت بيعطيني التابع الجاي بالمتخامد، اما التابع ستيم راح يعطيني شكل مشابه، لكن راح يعطيني اياه بشكل اعمده، نهايه كل عمود فيه هيدا الدائره. راح يعطيني بدل ما يكون خط متصل راح يعطيني اياه عباره عن خطوط او عن نقاط عفوا مستقله منفصله مثل ما عم نشوف بهيدا الشكل. هي أشكال متشابهة لكن مع تنسيقات للرسم حسب ما نحن بنحتاج. طيب لحد هون كل الأشكال اللي رسمناها كانت عبارة عن شكل واحد مستقل. طيب أنا إذا بدي أرسم أكثر من شكل على نفس المحاور، نذكر شوي قلنا أنه كان فينا نستخدم الهود. رح أقول هون أنه الماتلاب بيعطيني إمكانية بالاعتماد على التابع بلوت، يعطيني إمكانية رسم أكثر من تابع ضمن نفس الشكل. كيف رح نفذ هذا الشيء؟ بإني مرر التابع بلوت أكثر من إحداثيات إكس، عفوا أكثر من إحداثيات واي مع استخدام نفس الإكس. خليني أحكي هذا المثال. رح أقول إنه تدريجات المحور إكس معرفة باستخدام المتغير تي لقيمة تراوح من 0 حتى 10 بخطوة قيمتها 0.01. واي واحد الموافق لها التي هو ساين تي، الواي اثنين الموافق لهيدا التي هو كوساين تي. برجع بنبه على موضوع انه المحور اكس نفس التدريجات. راح اعتمد على التابع بلوت، راح مرر لإله تي مع واي واحد اللي هو رسم للتابع الاول، وتي مع واي اثنين
هو رسم للتابع التن. التابع بلوت كمان رح يعطيني مجموعة من الإمكانات لحتى أعطي تنسيقات لهي الأشكال اللي أنا عم أرسم. خليني أعطي مثال سريع عنا هون وأعرض الهيلب شو هي الإمكانات اللي يعطيني إياها بشكل تفصيلي أكثر. رح أقول أنه الماتلاب يعطيني إمكانية تحديد لون الخط، طريقة رسم الخط، ممكن يكون خط متصل، متقطع، نقط. هلا نشوف أكثر من مثال. وبيعطيني إمكانية أنه مقابل كل نقطة أعطي رمز، ممكن نجمة، ممكن دائرة، ممكن مربع، حسب ما أنا بحتاج. طبعا حسب ما أنا بحتاج لكل تابع رح أعطي تنسيق معين. التابع الأول رح أعطيها التنسيق، التابع الثاني رح أعطيها هذا التنسيق. خليني انتقل إلى الهيلب وشوف شو الإمكانات اللي بيعطيني إياها التابع بلوت. مثل ما حكينا من شوي عندي بلوت بياخد الـ X و Y، رح أقول أنه بياخد أكثر من تابع. رح شوف أمثلة على التنسيقات. ممكن يعطيني لون أزرق مثلا متصل مع أحمر متقطع، ممكن يعطيني أخضر لأول شكل، الشكل الثاني، التابع الثاني هو خط متقطع ودائرة عند كل نقطة، والشكل الثالث أو التابع الثالث هو فقط نجوم ولا يوجد خط أصلا. هون مثلا عند كل نقطة عندي مربعات والتابع الثاني هو متقطع. رح شوف هالشي كلياته، رح أقول أنه إمكانات يعطيني إياها لرسم الخط هي إما خط متصل، خط متقطع، خط منقط، خط مكون من، رح أقول داش دوت، يعني رح أقول شحطة نقطة شحطة نقطة. مقابل كل نقطة ممكن أعطي دائرة، إشارة زائد مثلا، إشارة نجمة، إشارة مربع مثلا، حسب ما أنا بحتاج. وعن كلها إمكانات متاحة. الألوان مثلا عندي لون أصفر يلو، مثلا في عندي R red، في عندي مثلا green، في عندي blue، حسب ما أنا بحتاج. نرجع إلى مثالنا، رح أقول أنه ارسم لي التابع الأول بلون أحمر بشكل متصل وعطيني مع كل نقطة نجمة. التابع الثاني ارسم لي اياه بلون اخضر، ارسم لي اياه داش دوت، يعني عمليا شحطة نقطة. راح ننفذ هذا الشيء. انتبه انه اعطاني الشكل الاول، اعطاني احمر مع نجوم، الشكل الثاني اعطاني اياه اخضر داش دوت، حسب ما انا أعطيته التنسيقات. طبعاً التابع في عندي إمكانيات إضافة تايتل وإكس ليبل وواي ليبل حسب ما أنا بحتاج. شوف اسم محور إكس، محور واي، وتايتل للشكل الكلي. آخر مثال رح أحكي على الرسم. الماتلاب بيعطيني إمكانية رسم أو إنشاء أشكال بأكثر من بعدين. مثلا بشكل سريع رح أقول أنه في عندي مصفوفة تي بتوافق المحور X، بلش من ناقص 8 حتى زائد 8 وبخطوة مقدارة 0.3. قيم Y أنا أعطيها بمتغير X بتوافق sin T على T، وبنتبه أنه هون نقطة مع التقسيم، مع كل قيمة من sin T رح تقسم على مقابلة من T. رح أرسم هيدا الشكل. هو عبارة عن هذا الشكل. رح انشئ شكل جديد باستخدام الامر فيجر. رح انشئ مصفوفة مكونة من القيم X، لكن بنتبه ان مجموعة بشكل اسطر، X تحت X تحت X تحت X.